الأمور الأساسية التي يجب تحويلها إلى أطراف بغداد للحد اليوم اللي التراكم خلينا نقول السكان اللي دا يصير؟ يعني بموجب التصميم الأساسي المنتهي اللي هو انتهى عام 2000 في بغداد فعاليات الثقيلة، أسواق الجملة في مركز العاصمة بدائلها موجودة في أطراف العاصمة مثل الشورجة جميلة، الجراجات، جراجات النقل النهضة والعلاوة أيضا مواقعها محددة ومشخصة وملكية وزارة النقل ونقل لم يحتاج إلى تكاليف. فعاليات ثقيلة أخرى مثل مصفى الدورة مشطوب أيضا ومكان البديل في جرف الصخر أو جرف النصر وأصبح يمثل يعني فعالية خطيرة جدا على مدينة بغداد باعتبار عامل التلوث الكبير اللي سبب المصفى. أكيد. والمؤسف أنه وزارة النفط صرفت مليارات الدولارات لتأهيل المصفى مع العلم أنه فعالية مشطوبة ويجب تحويلها. كان يجب نقله بدل من أنه بالضبط يعني المبالغ اللي صرفت كان ممكن بناء بها مصفى جديد في موقع البديل وموقع المصفى بحدود 40 كيلومتر مربع يعني تتحول تصميميا إلى استخدامات سياحية أو سكنية أو مجموعة فعاليات بحسب رؤية المخطط.